ضجة دولية كبيرة ثارت بسبب ترأس بعثة النظام السوري لمؤتمر نزع السلاح في جنيف. دول عدة قاطعت المؤتمر، بينما وصفت الولايات المتحدة ترأس وفد النظام للمؤتمر بالمهزلة. ورغم أن الرئاسة تتم بشكل دوري بحسب التسلسل الأبجدي للدول الأعضاء، إلا أن استخدام النظام السوري لمختلف أنواع الأسلحة ضد المدنيين بما فيها السلاح الكيماوي يطرح تساؤلات حول آلية ومعايير عمل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. بالأمس كان النظام السوري في قفص اتهام محافل المجتمع الدولي لاستخدامه أسلحة محظورة، من بينها الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب السوري. واليوم يترأس مؤتمر نزع السلاح في جنيف. أثار ذلك ضجة دولية، واعترضت دول عدة بشدة على تولي بعثة النظام السوري للرئاسة الدورية لمدة شهر لهذه المنظمة الأممية التي تعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم، وتضم 65 دولة. وانسحب الوفد الأمريكي احتجاجا. إن تسلم سوريا لرئاسة المنظمة مهزلة، فهذا النظام مسؤول عن قتل أعداد لا تحصى من مواطنيه بالأسلحة الكيميائية. وهنا ورغم اعتراضات الدول الغربية، تطرح تساؤلات عن آلية تسلم رئاسات المنظمات الأممية كمجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ونزع السلاح والجمعية العامة وغيرها. فعادة ما تتسلم الدول تلك الرئاسات بحسب التسلسل الأبجدي للدول الأعضاء في المنظمة، ولا توجد آلية لاستبعاد دولة بسبب تورط نظام الحكم فيها بجرائم ضد الإنسانية. فإسرائيل تسلمت رئاسة لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة عام 2016، وهي المسؤولة عن فرض حصار خانق على غزة منذ أعوام، وارتكبت قواتها مجازر بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. كما اختيرت السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، رغم سجلها في قمع المعارضين السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان.